هتيجي تقول لي يا يوسف انت كنت بتقول اصل الاخلاق والمش عارف والقيم و و و و وايه علاقه ده بالازمه الاقتصاديه؟ اقول لك الواحد لما بيقعد يقرا قدر الامكان وقدر الاستطاعه عن الازمات العالميه، سيبك من الحاليه دلوقتي هنتكلم عليه، الازمات العالميه اللي مرينا بها العالم تاني العالميه ايه على مر التاريخ في تاريخنا الحديث على سبيل المثال، مفترض جدلا لما تيجي تقعد تقرا، لا هو مش مفترض، هو الواقع ان لما حضرتك بتقرا تجد انه الشعوب لما كانت بتمر بهذه الازمات كانت الشعوب دائما داعمه لاقتصادها، داعمه لاقتصادها يعني ايه؟ بيتبرعوا؟ لا خالص، ولا هقول لك اتبرع ولا بتاع، مش كده خالص. لكن طول الوقت بيشتغلوا، يعني لما حصلت الازمه العالميه بتاعه 28 29 الكساد الكبير، والولايات المتحدة الأمريكية وقتها طلعت فكرة هي حاجة اسمها اقتصاد البنية الأساسية أو البنية التحتية، اتفتحت مشاريع بنية تحتية حدث ولا حرج على امتداد الولايات الأمريكية كلها دون استثناء واحد يذكر، بالمعنى الحرفي دون استثناء واحد يذكر. كل المواطنين آنذاك اللي هم بالأساس مهاجرين كلهم كانوا بيجروا على الشغل جري. طيب بيجروا ليه؟ لأنه المشاريع دي عمليا بتوفر فرص عمل، فكله عاوز يشتغل عشان يبقى فيه في جيبه فلوس، فلما يبقى فيه في جيبه فلوس يتحرك الاقتصاد فيهدأ أو تهدأ مسألة الكساد دي. في كل شعوب العالم كنت تجد هذا الشكل، الناس بتشتغل بقلب وبضمير، وبتشتغل اللي بيشتغل 8 ساعات بيشتغل له 10، يجي يقول لك أنا هشتغل أكتر لأن أنا كده هكسب أكتر. حتى من كان يعمل موظفا في شركة صغيرة بيشتغل، مش بيقولك على قد المرتب وبيروح، لأنه فاهم أنه الأزمة دي لازم تعدي بأي شكل من الأشكال. الغريب اللي أنا بستغرب له أن احنا عندنا في مصر عدد، لا أعرف كتير ولا أعرف قليل، لكن عدد موجود على شبكات التواصل الاجتماعي بيتعامل بطريقة عكسية وكأنه فرحان. يعني مثلا تقول له إيه ده في أزمة وبتاع، مش عارف يقول لك ايه، شايف اهي الأسعار بتغلى وانتوا بتقولوا إن شاء الله هتتحل، أديها بتغلى ويعمل لك كده. ايه يعني أنت فرحان إن الأسعار هي بتغلى عليا وعليك؟ بتغلى على الدولة، بتغلى على المواطن، بتغلى على المصنع، بتغلى على المستورد، بتغلى على الكل. أنت ايه سر الفرحة في إن الأسعار غلت؟ أو يجي يقول لك ايه، والدولار ما نزلش، أهو بيزيد، أهو بيزيد. ايه اهو بيزيد؟ يعني انت فرحان بايه؟ بان الدولار بيزيد؟ ما هو بيغلى عليك يا فالح. شيء غريب جدا. نهينا عن قطاع اخر بس ده مفهوم، ودول اللي اعتاد فخامه الرئيس يسميهم باهل الشر، هم الاخوان ومن والاهم. تطلع بقى تنظيمات اخرى، تطلع اجهزه خارجيه، تطلع دول، تطلع حكومات، زي ما يطلع. ده أنا أبقى فاهم إن هو نفسه منع عينه الاقتصاد هنا يبقى بايظ، فطول الوقت يقعد يروج لفكرة إنه المشكلة في الاقتصاد المصري، المشكلة مش في الأزمة العالمية، مع إنه هي المشكلة بالأساس أزمة عالمية. يعني سبب الأزمة إيه؟ كورونا ثم الحرب أوكرانيا وروسيا. أنت ما عندكش حاجة، وبالتالي أي تضخم هو مستورد، أي ما يأتي من نتائج هذا التضخم فهو برضو بسبب هذه الأزمة المستوردة. أتكلم أنا؟ لا، خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي البارز. أهلا بيك يا دكتور. أهلا محمد. إزاي الصحة؟ تمام والله، يا أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله يا رب دايما بخير. صحة الاقتصاد العالمي إيه يا دكتور؟ لا الاقتصاد العالمي طبعا حضرتك عارف بيعاني، مريض للغاية، في فراش الموت يعني. وطبعا احنا بنزيد الوقت، المشكله عندنا بتزيد كل شويه، ازيد وازيد يعني. امبارح اول امبارح كمان يوم السبت يوم الجمعه يعني الاوبك بلس اخذت اجراءات صعبه للغايه، وكان معاها كمان يعني القاره الاوروبيه او الاتحاد الاوروبي بياخد اجراءات في نفس الوقت بتحديد حد اقصى لسعر النفط الروسي. فال 2 مليون برميل اللي اوبك قللتهم كان معاهم كمان يعني 3 مليون برميل متوقع ان روسيا تقللهم من انتاجها على اثر القرارات بتاعت الازمه الروسيه. وبعدين الاثنين مع بعض كده هيقللوا حوالي 5 مليون برميل من الناتج من الانتاج العالمي الاجمالي العالمي من الانتاج العالمي للنفط يعني.
ال5% اللي هي 5 مليون برميل، ال5 مليون برميل دول بيمثلوا اكتر من 5%، ال5 مليون برميل هيأثروا بشكل فظيع جدا على التضخم. متوقع ان 5 مليون برميل يرفعوا معدلات التضخم على الاقل بدرجه مئويه. الدرجه المئويه اللي هيرفعها التضخم هيؤدي الى زياده معدلات الركود اللي احنا متوقعينها باكثر من 2%. بنتكلم دلوقتي على ان الركود يعني شايفينه بقى كل شويه بيزيد اكتر، وبقى شكله يعني واضح اكتر في الاقتصاد العالمي. بدانا نشوف سوق عمل بتضيق اكتر واكتر، كمان بدات الشركات يعني تسرح الموظفين بتوعها. شفنا ده في امازون، شفنا في وول مارت، شفنا وخلافه. مكمل معانا كمان نفس التاثير في عدد من الاقتصادات الاوروبيه، شايفين يعني توقعات ازيد بالتضخم. التضخم بيبان اكتر واكتر، كل قصدي الركود بيبان اكتر كل شويه. في نفس الوقت التضخم كمان شغال في الارتفاع كل شويه. فاحنا دلوقتي امبارح كمان صندوق النقد الدولي طلع على توقعاته لمعدلات نمو الناتج المحلي العالمي، خفضها من 3-4% في المتوسط، قصدي من 2-3% في المتوسط. وبالتالي احنا عندنا يعني ضغوط على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من كل النواحي. الصوره مش احسن حاجه، والازمه بتتفاقم مع الوقت، وكل شويه كمان بنشوف يعني تداعيات اكثر واكثر. يعني عدم اليقين بيزيد، التراجع في الاقتصاد العالمي بيزيد، التضخم بيزيد، كمان احتمالات الركود بتزيد. فزي ما قلت لحضرتك كده في الاول، الاقتصاد العالمي على فراش الموت يعني. طيب دلوقتي بسبب ازمه الطاقه اللي هتحصل نتيجه خفض انتاج البترول بسبب القرارات اللي خدتها مجموعه اوبك بلس زائد روسيا من جانبها، زي ما حضرتك قلت 3 مليون برميل من جانب روسيا، واوبك بلس خدت قرار بال 2 مليون برميل، يبقى كده اجمالي 5. ده معناه انه بالتاكيد سعر برميل البترول هيبدا يحقق قفزات عاليه، وبالتالي يؤدي الى انه هيحصل ازمه طاقه على الأقل في أوروبا ده مثلا. وقد يستتبعه، وصححني بقى لو أنا غلطان، ده قد يستتبعه أيضا خفض للإنتاج بشكل عام، مش بس إنتاج البترول، خفض حجم أي إنتاج موجود، ومن شأن ذلك أن يقلل من حجم المعروض من أي منتج أيا كان في الأسواق العالمية. صح ده ولا غلط؟ لا صحيح تمام حضرتك، يعني وصفت الوضع بدرجه من الصحه، تجاوز ال 100%. يعني فهو احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك كده، هو اسعار البترول ارتفع، اسعار البترول ارتفع. حضرتك عارف ان البترول هو المدخل الاساسي في معظم في كل المنتجات. مش بس كده، احنا عندنا كمان ضغوط على الصناعات كلها، لانه عندنا اول حاجه ارتفاع في اسعار العماله، دي اول حاجه. ثاني حاجه ارتفاع في اسعار النقل، ثالث حاجه ارتفاع في اسعار المدخلات الاساسيه زي المعادن والاغذيه وخلافه. وبالتالي المدخلات بتاعت الانتاج كلها زايده، مش بس زايده ومش موجوده في السوق. علشان كده عندنا اسعار مرتفعه للغايه، وفي نفس الوقت معروض قليل، وده يدخلنا في ظاهره الكوره بتاعت حضرتك عليها من دقيقه واحده، اللي هي ظاهره الركود التضخمي. الظاهرتين موجودين، اسعار مرتفعه للغايه، وفي نفس الوقت محدش بيشتري ومحدش بيبيع، لانه اساسا السلع مش موجود. وبالتالي هنشهد بقى ارتفاع لمدخلات السوق، وبالتالي هيبقى عندنا الانتاج او الاوت بوت بتاعت الاقتصاد بتاعت المصانع وبتاعت الانتاج عموما بتتراجع مع الوقت. وده اصلا شاهدناه كمان عند الاقتصاد الصيني وفي الاقتصاد الالماني. تراجعت نسبه الانتاج وطلبيات المستثمرين اللي جايه من اوروبا، طلبيات قصدي الشراء اللي جايه من اوروبا متراجعه كمان للغايه. وبالتالي الوضع اللي حضرتك وصفته هو اللي حاصل في الاقتصاد العالمي دلوقتي، وهيكمل معانا على فكره في المدى على الاقل خالص المتوسط. احنا شايفين يعني على الاقل 23 خالص هيبقى فيها الركود مسيطر على الاقتصادات الاوروبيه والاقتصادات بتاعت الغرب عموما. يعني الوضع ده عندنا يعني في الدول الناميه وفي الاقتصاد المصري اقل حده بسبب العوامل الديموغرافيه والاستهلاك اللي بيصير لوحده بسبب الكتله السكانيه الكبيره اللي بتخلي فيه استهلاك دايم، سواء بقى للغذاء او سواء للاسكان او سواء للمواد الاوليه بشكل عام. طيب المجتمع الاوروبي ليس مجتمعا استهلاكيا بالاساس، ولكنه مجتمع الوفره، يعني هو عارف انه بيخش في اي مكان في اي محل يقدر يلاقي اللي هو عايزه، حتى لو ما استهلكش او حتى لو كانت حجم استهلاكاته المنزليه اقل بكتير من مجتمعات الشرق الاوسط زي حالتنا احنا، نحب البذخ قد عينينا. لكن
اللي انا عارفه من بعض الاصدقاء العايشين في الولايات المتحده الامريكيه، اخرين عايشين في بريطانيا، اخرين عايشين في ايطاليا، في فرنسا، بيتكلموا انه المحلات العاديه اللي فيها البضائع العاديه حتى ولو كانت بضائع متعلقه بمستلزمات الاكل والشرب وما الى ذلك، نهينا عن بقيه الامور، بيخشوا ما بيلاقوش المنتجات كما كانت، بل انه في منتجات اختفت من على الارفف. ده كلام الأصدقاء، لكن برصدكم كاقتصاديين هل شفتوا ده؟ يا فندم صحيح جدا. بص هو احنا يا فندم المجتمعات الأوروبية مجتمعات وفرة لأنه هي عندها نقد كتير، يعني عندها عملة صعبة تقدر تشتري منها في أي وقت. المشكلة إن العملة الصعبة دي دلوقتي مش هي المطلوبة، المطلوب هو السلع، لأن احنا عندنا زي ما حضرتك كده ندرة بشكل كبير جدا في العرض. يعني حضرتك معاك فلوس، بس الفلوس دي ملهاش اي قيمه اذا ملهاش منتجات، وعلشان كده الاسعار بتغلى. في عدد في نقص كبير جدا في السوق بشكل كبير، لكن المنتجات قليله، سواء بقى منتجات الطاقه، سواء زي ما حضرتك شايف دلوقتي منتجات الطاقه هي المثال الابرز، يعني الانتاج بينخفض، روسيا بتقلل المعروض بتاعها، وبالتالي في فلوس عند الاوروبيين، فلوس عند الامريكان، بس مش عارفين يشتروا طاقه. الغاز مثلا الاوروبيين بيدفعوا فيه اربع اضعاف الثمن اللي كانوا بيدفعوه قبل كده، فمهما حضرتك رفعت المعروض بتاعك مش لاقي السلعه. ده حضرتك بينطبق بشكل اكتر على المعادن، المعادن مش متوفره خالص في السوق دلوقتي، لدرجه ان احنا المعادن النادره والمعادن الصناعيه زي النحاس وخلافه اضعاف سعرها ده لو لقيتها. مش بس كده، احنا كمان عندنا الغذاء، المنتجات مثلا اللي بتخرج من اوكرانيا بقت نادره جدا، لدرجه ان الممر اللي روسيا عملته هي والامم المتحده واوكرانيا وتركيا علشان يوصل السلع الغذائيه للدول الناميه والفقيره، المنتج الشحنات بتروح الدول الاوروبيه ومش بتيجي الدول الناميه. وعلشان كده يعني الرئيس بوتين كان بيتكلم على انه انا مش الممر مش معمول للدول الغنيه، الممر معمول للدول الفقيره، وعشان كده عنده تحفظات عليه وبيفكر دلوقتي ان هو يوقفه. على اكثر الدول على الاطلاق من الدول الناميه جالها يعني شحنات اغنيه هي مصر، جالها 12 شحنه من اكثر من حوالي 80 شحنه خرجوا للعالم، يعني او المفروض كانوا يوصلوا للدول الناميه. وبالتالي صحيح في مع حضرتك فلوس، بس مفيش معروض في السوق، وبالتالي الفلوس مالهاش قيمه. طب ده مش حاصل عندنا في مصر ليه، او مش حاصل في الدول الناميه ليه؟ لان الدول الناميه لان الفلوس عندها قليله، او احتفاظها الماديه قليله، بتلجا الى التخزين في الاوقات اللي مفيش فيها ازمات. الدول بتخزن مخزون كبير جدا، المخزون الكبير ده هو اللي نفعها دلوقتي. الدول الاوروبيه بيشوف ان التخزين ده عبء اقتصادي، بيحملهم اول حاجه يعني مكان للمنشاه، وثانيا مصاريف التخزين نفسها والحفظ، وبالتالي الفلوس دي بتبقى يعني ملهاش لازمه، لانه طول الوقت مع النقد متوافر، فانا اخزن ليه لو انا في اي وقت السوق موجود، البضاعه موجوده واقدر اشتري في اي وقت. طب دلوقتي لما الازمه حصلت المنتج مش موجود، وبالتالي الفلوس مش ملهاش لازمه، الناس اللي مخزنه بقى هي اللي عندها، اللي هو الدول الناميه اللي عندها الازمه متراخيه زي ما حضرتك شايف. مثلا عندنا ارتفاعات، بس ارتفاعات لا تقارن اطلاقا بالارتفاعات اللي حصلت في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه. ده الموضوع بتاع السلع والمنتجات الغذائية الأوكرانية ده اللي بيتم يعني تخطفه لو صح التعبير من دول صحيح. العالم المتقدم والمتحضر، عامل زي بدايات الكورونا لما كانوا بيروحوا موقفين المراكب في موانيهم ويقولوا لا مش طالعه احنا محتاجينها. صحيح يا فندم، دي احنا يعني التجاره في العالم دلوقتي تشهد ظواهر غريبه جدا، زي ظواهر يعني المفروض احنا كنا منظمه التجاره العالميه وصندوق النقد الدولي موجودين عشان يخلوا في حريه في التجاره. الوضع دلوقتي معكوس، احنا عندنا عكس الحاله، في حمائيه في العالم، الناس اصلا عارف يعني في عدد كبير جدا من دول العالم فرض حظر، منها مصر فرض حظر على منتجاتها الغذائيه ان هي تخرج. عندنا مثلا منتجات البقول وعدد من المنتجات الخضار واقفه ما بتخرجش، يعني مصر فرض عليها حظر ان هي تخرج، لانه احنا انا مش هخرج الاكل بتاعي وانا نفسي ممكن ابقى جعان الصبح. وبالتالي عندنا انماط جديده بتفرض نفسها على التجاره الدوليه، سواء الحمائيه او سواء حتى يعني عدم الانضباط في السوق والحفاظ على يعني مثلا الهنود. مثلا الهنود العالم كله محتاج القمح بتاعهم دلوقتي في ظل اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا، ومع ذلك الهنود قالوا احنا مش هنبيع المنتجات بتاعتنا، احنا هنحافظ عليها في الداخل وحافظوا عليها. ويعني ومصر واحده من الدول اللي اخذت استثناء من هذا الحظر، يعني لكن عدد كبير جدا من الدول يعني حظر منتجاتها، ومنها زي ما قلت لك الهند ومصر، ودي انماط جديده غريبه على الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني لما اتنشات النظام الاقتصادي العالمي.
للاسف الشديد الوضع غريب جدا. خليني اول اشكرك دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي البارز، وفكر معايا حضرتك عزيزي المشاهد وعزيزاتي المشاهده، فكروا معايا بصوت عالي كده. العالم اللي وصف نفسه بالتحضر ووصف نفسه بالرقي الاخلاقي والتمسك، هو بيصف نفسه بذلك، التمسك بالقيم العليا والمبادئ وما الى ذلك، هو اللي بيسرق اللقمه من ايدك. يعني عمليا الحاجة بتخرج من أوكرانيا، فبدل ما تعدي على الدول الأكثر احتياجا، لا، الأوروبيين يروحوا مكوشين عليها، احنا عايزين من ده، دي بتاعتي أنا، أنا أولى، أنا اللي معايا الفلوس وأنا عايزها دلوقتي. خد بالك ده ما بيختلفش كتير خالص عن اللي حصل في القرن ال 18 وفي القرن ال 19 لما كانوا بينهبوا ثرواتنا بشكل مباشر، يجوا ينهبوا ثرواتنا، يحتلوا مثلا القارة الإفريقية وينهبوا في ثروات إفريقيا بشكل مباشر بمنتهى البجاحة ويقتلونا بالجملة. في دول قتلت في دول إفريقية ما يزيد عن 2 مليون مواطن بجرة ألم. ده كان بيحصل عشان بس تبقى فاكر، هذا العالم لا هو متحضر ولا هو راقي ولا هو متمسك بأي مسل. طيب إلا أنه تعال بقى بص، زي ما قال دكتور محمد شادي بالملي كده، الدول زي حالاتنا اللي كانت بتلجأ للتخزين، فكان العالم يقول لهم بتخزنوا ليه؟ كل حاجة موجودة معاك، الفلوس تعال اشتري بره مع الفلوس، بس ما فيش قدامه سلعة. يعني يجي الأخ البريطاني الفرنساوي الطلياني يخش المحل علشان يشتري أي شيء، ممكن يلاقي تلته وساعات ربعه، وفي بعض السلع مش موجودة. هتيجي تقول لي يعني احنا عندنا الوضع في مصر وردي، اقول لك لا، انت عندك كل السلع هي غاليه، ما بقولكش لا، بس موجوده. تاني، هي غاليه بس موجوده، بره غاليه ومش موجوده.